وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة المحلل السياسي الدكتور جمال عمرو. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال. بداية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، برأيكم إلى أين تتجه الأمور بين السلطة وأمريكا؟ أولا يعني أكثر شيء يعني بعدما نقول لكم حياكم الله والمشاهدين الكرام، أكثر شيء جميل في هذا الوقت العقيم، الوقت العربي المهتري والصعب، هو ما تفعله أمريكا. هذا شيء عظيم جدا، حتى يدرك البعض النداءات التي لطالما وصلت إلى أذانهم وتجاهلوها وراهنوا على الموقف الأمريكي ووضعوا كل ثقلهم وراء النظام الأمريكي، حتى يدركوا الآن النتيجة. فها هي القدس تغرق كما تشاهدون، ها هي المساعدات الفهمية السياسية المسمومة ها هي تتوقف، وها هو النظام العربي يعني يتفرغ لإعدام شرفائه في كل عاصمة من عواصم النظام العربي الرسمي. نعم، أمريكا تقطع المعونة وتقطع المصاريف الآن عن هؤلاء الموظفين بعدما جاء دايتون ونظم المنطقة من بغداد حتى القدس حتى رام الله حتى القاهرة، يعني نظم المنطقة تنظيما صهيونيا. طيب، ومن يشذ عن القاعدة الآن سيقطع عنه النظام الأمريكي المصاريف. هذا شيء جميل وجميل جدا، لعل الضمير يستفيق، لأنهم للإعلام لم يستفيقوا، للمحللين لم يستفيقوا، للنصائح، للخبراء، للعارفين ببواطن الأمور لم تستفيق الضمائر للأنظمة العربية. الآن يعني في الحقيقة يعني ليس بوسع الشعوب المقهورة المغيبة تماما والتي لا يحترم صوتها إلا أن تتشفى بهذه الأنظمة العربية التي تركت شعوبها على قارعة الطريق وذهبت بعيدا جدا جدا في العمل. منظمة التحرير الفلسطينية اليوم تبحث وتدعو إلى إلغاء اتفاق أوسلو، برأيكم ما مدى تمكن منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية الأخرى من اتخاذ هكذا قرار؟ نعم، الأولى أولا بمنظمة التحرير الفلسطينية أن تجدد نفسها وأن يعني تعوض عن الذين ماتوا الله يرحمهم، وأن تبعث بدماء جديدة وتضخ بها في أوصال المنظمة أصبحت خارج التغطية، وأصبحت في ذات الوقت الحقيقة منتهية الصلاحية. يعني منظمة التحرير كباقي المنظمات في العالم أصبحت عجوزا ولازم لها التجديد ولازم التوسعة حتى تمثل الشعب الفلسطيني، لأنها بالكاد تمثل 25% من مجموع الشعب الفلسطيني الذي لا ينضوي في منظمة التحرير. وبالتالي ليس بوسعها مطلقا أن تدعي وليس بمقدورها أن تستطيع اتخاذ قرارات ذات وزن من العيار الثقيل بحجم قرار الاستيلاء وسلب القدس. الآن القدس سلبت من يد فلسطين كلها وليس من المنظمة وحدها ومن السلطة وحدها، وبالتالي يراد للشعب الفلسطيني أن يحترم رأيه وأن يكون له مجلس تشريعي يعادل الكنيسة، وهذا المجلس التشريعي ينعقد ويصدر قرار بأن القدس كاملة هي عاصمة فلسطين. هذا هو الرد المناسب. طيب، أيضا هنالك إمكانية دعوة حركتي الجهاد وحماس لاجتماع الانسحاب من اتفاقية أوسلو، كيف تقرؤون هذا الأمر؟ يعني هذا بعد عملية إفلاس منقطعة النظير وجاء متأخرا جدا، وهو اجتماع شكلي ومخرجاته يعني وسقفها معروف، طالما أن الاجتماع في رام الله تحت بساطير الاحتلال أكرمكم الله، فلا يمكن أن يتجاوز يعني في مخرجاته قرارات أوسلو اللعينة. ولهذا السبب يعني لسنا متفائلين على الإطلاق، وإن دعوا من دعوا يعني لا يهم، لكن النتيجة أنك تجتمع تحت حراب الاحتلال ودبابات الاحتلال تقف عندك على الباب. ماذا بوسعك أن تفعل؟ تذهب إلى لربما أفضل شيء أن تذهب إلى الجزائر أو إلى أي مكان آخر في العالم، ومن هناك تعلن عدم اعترافك بدولة الاحتلال. أما أن تجتمع في رام الله تحت سلاح الاحتلال فإن القرارات يعني معروفة مسبقا، ولهذا السبب الشعب الفلسطيني غير متفائل على الإطلاق بأي نتائج اللجوء إليها. سوف يكون هناك نصوص فضفاضة من قبيل لعب، يعني لا هي لا ولا هي نعم حتى يتم تمريرها على الشعب الفلسطيني. من القدس المحتلة انضم إلينا المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا لك.